بسم الله. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي ابدا اكتب كلمه كانها بتكتب بخط بالقلم، تمام؟ فانا هقول له دلوقتي انا عايز اكتب كلمه وليكن مثلا بمقربيا، وهديله مقاس كبير وليكن مثلا 200 كتير، اخليها مثلا 150، حاجه بالشكل دوت، تمام؟ طيب عايز اعد ده مؤثر ان هو بيبدا يظهر من اول حرف لاخر حرف، فاعمل ايه؟ فاخش على انيميشن واقول له ابير. طيب ابير بيظهرها مره واحده، انا عايز احكم فيها اكتر. من انيميشن هقول له انيميشن بان، واجي هنا دوس كليك واقول له افكت اوبشن، واقول له اظهرها لي حرف حرف. اوكي، اقعد اتحكم في التايم لو انا عايز، تمام؟ طيب بعد كده عايز بقى احط صوره قلم، ممكن ادخل على جوجل واروح مدور على كلمه بنسل، واروح مديله من ضمن التولز اقول له خليها شفافيه، تمام؟ فتجيب لي صوره قلم او بنسل زي ما انت عايز. طيب انا هاجي هنا هبدا اقول له انسيرت، وروح ضايف صوره، ممكن تضيف اي صوره زي ما انت عايز. اهو القلم، هبدا اصغر القلم، عايز اخليه يمشي في المسار دوت، فهحط القلم هنا واقول له انا عايز مؤثر انيميشن، مؤثر وليكن مور موشن باص، اختار اي باص وليكن مثلا دوت. طيب انا عايز بقى اديله بقى مسار خاص بيا، فاقول له كاستم باص، وابدا اقول له ابدا امشي في المسار دوت، هو هيبدا يمشي في المسار دوت يعني حسب الدقة بتاعتك بقى، ممكن حتى لو دقة قليلة، المهم المشاهد يشوف ان القلم بيتحرك في الحروف ديت. ولما تخلص تدوس مرتين يبقى انت كده خرجت، تمام؟ ناقص بس ايه، حاجات بسيطة. اول حاجة هنا هاجي هقول له start with previous، ابدأ مع التاني، مستناش لما ده يخلص وبعد كده تبدأ انت. وبعد كده هاجي هنا اخش في التايمنج، ابدأ اشوف الذهب بياخد كام ثانية وابدأ اظبطها، يعني خليها مثلا 5 ثواني على سبيل المثال. طيب اخرج بره واقول له بلاي اول، فهيبقى بالشكل دوت زي ما انت شايف. لو محتاجه تظبيط تبدا تظبط الوقت بتاعها، تبدا تظبط المسار بحيث ان هو يطلع معاك مظبوط.